نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ل 35 من الملحقين العسكريين والاقتصاديين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر من الدول الشقيقة والصديقة. بدأت فعاليات الزيارة باستعراض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشرح مفصل لإمكانيات الهيئة والمنطقة الاقتصادية التابعة لها والمخطط الزمني للمشروع والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، فضلا عن إبراز الأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها المنطقة ودورها في حركة التجارة العالمية، حيث تحقق سهولة النفاذ للأسواق العالمية بما يجعلها واجهة متميزة للاستثمار.